وشي الفجر كده؟ خش نام يا ولية. مش هنام الا لما اعرف انت كنت فين. اسكتي. وايه ريحه بقك دي؟ انت شارب؟ وتبطلي رغي بقى وخلي الناس تتعدى على خير. تعالى هنا انا بكلمك. انت هتفضل كل يوم والتاني على الحال ده؟ يا اخي ابدا السنه الجديده بنيه كويسه عشان ربنا يبارك لك. بس بقى حرام عليكم كل يوم تخرجوا بره البيت، تعملوا لي مصيبه في الشارع، وتجيبوا لي الكلام مع اللي يسوى واللي ما يسواش، وتخلوا رقبتي زي السمسمه، ولما تتنيلوا تقعدوا في البيت تعملوا لي مصيبه جوه البيت، يعني مصايب بره ومصايب جوه، حرام عليكم. كفايه بقى، اطلع بره. ليه نايمه ولا ايه؟ فين الورد؟ ايه بقى الورد ده؟ كنت جايبه لمين وما رضيتش تاخده منك، فاستخسرت طبعا ترميه، فقلت اديه للساذجه اللي قاعده في البيت، وهو بالمره تنسى موضوع الموتوسيكل، مش كده؟ المفروض واحد زيك يفتخر بامه اللي فضلت محافظه على نفسها عشانك وعشان جمهورها. انا كان زماني اكبر نجمه في مصر. يا سلام. عمري ما رضيت امشي مع مخرج ولا اصاحب منتج ولا ارافق ممثل ولا اعبر حتى ريجيسير. انا اللي كنت بقول لا. والله يا ابني لو كان بايدي اعمل لك اكتر من كده لكنت عملت. لكن انت عارف اللي فيها، اورثناش من اهالينا غير الضغط والسكر والمرض. سلامتك يا ام، الف سلام. تسلم من كل رضي يعوض يا ولدي ويسترها معاك دنيا واخره انت وكل اللي زيك، ويجعل ليك معاليك ويحبب فيك القريب والبعيد والمشي في الطريق، ويكفيك شر ظلم الدنيا يا عوض يا ولدي. مش هتقدر تغمض عينيك.